وصحاب اللي طرنا هاد الاكسيدو البارح مع جوج ديال الليل مع واحد الطوموبيل ديال الدوله ديال 100 والغابات اللي جات كران في اتجاه ديالنا. الله اللي حفظنا ورضات الوالدين اللي فينا حتى خرجنا حنا على الطريق. هو مشى سكران واحد مده 6 كيلومتر ولا 7 كيلومتر ولا 8 ما نعرف وتقلب وحده. وكنعطي التحيات للسلطه اللي شداتو الى حد انا راه كاين في لابريكات. ودابا حنا في مولاي علي الشريف واحد الصديق ديالنا اللي عتقنا وباقين دابا في الجرده. وكنتمنى شي مسؤول يشوفنا من حالتنا لحقاش حنا ما جينا في لابيلانس ما جينا في والو. كنتمنى شي واحد غير يعتقنا باش ندخلو لحقاش مهرسين. انا كنتمنى يكون سد لحقاش دخلنا ما كاينش اللي تسوقنا نعسنا تماك حتى 3 ديال العشيه. هما اللي جابونا عطوا الاقوال ديالهم بان الناس داروا وقايه داروا اكسيدون في الطريق ديال اللي غادي الرشيديه ايت عيسى ابراهيم سميتو ايت عيسى ابراهيم قال اكسيدون خطيره وما ما مسوقينش يعني وما لقيتوش اللي يستقبلكم. ما كاينش اللي يستقبلنا حتى 3 ديال العشيه من 3 حتى 3 ديال العشيه ديال الليل. درتي معاه تيقول لك ما عندي ما ندير لك كدوي مع شي واحد كيقول لك انا ماشي مسؤول ما عندي ما ندير لك. حتى جاوا شي ناس جابونا لي كارت ديالنا وجابنا الامور ديالنا عاد دوزنا واحد الراديو قال لك سيروا الرشيديه كلها اش غنديروا عطوا وصاحبي عطوه ورقه قال فين غندير هذه الورقه قال لك سير المحطه ولا بلاص طلبنا لا بلاص لهم قلنا طلبنا شي لا بلاص باش دينا ياك ما عندي ما ندير لكم. وكنتمنى من السلطه تشدنا حقنا الناس السيد اللي بغى يقتلنا. كرفسين من البارح حنا دايرين اكسيدون في جوج ديال الليل. تحيه للوقايه المدنيه هما اللي وقفوا معنا تحيه للطرق الملكي والعمل الوطني ديال تنغير وقفوا معنا جابونا للسبيطار ديال تنغير حطونا تما في 3 ديال الصباح. ما كاينش اللي يديها فينا ما كاين اللي يسول فينا من 3 د الصباح ل 3 د العشيه. حنا تنقولوا زعما الدراري اللي معايا اللي درت معاهم اكسيدون تنقول له حتى نقول له الاطباء ديال تنغير عتقونا راه حنا شي مهرس شي مكسر شي دايخ شي عتقونا و تيقولوا لك خصكم تخلصوا. تنقول لهم اسيدي عتقونا دخلونا عتقونا راه حنا ميتين حنا متكدكين عتقونا. تيقولوا لك لا خصكم تخلصوا هي الاولى الخلاص هو الاول ولا تجيبوها كارت راميد. واش حنا عولنا على الاكسيدو باش نهز معايا راميد عولنا مع اكسيدو باش نهز معايا عندي الدوزان ديالي عندي البطاقات ديالي ولكن كلشي كان في الطوموبيل اللي دارت اكسيده ما عندنا ما نديروا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيمين. وخرجنا وكنا تما في السلقه حتى لدابا عاود عيطنا لواحد السيد هو الله يرحمه دار تحياتي ليه وقف معنا الله يرحم ليه الوالدين جات هو وهزنا. احنا دابا في الجرده في مولاي علي الشريف انا يدي الدرسات هذا الدرس في رجلو ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.